قرب الله يخليك عشان الافيوله تطلع. اطلع بس كنا قبل منك ب 30 ثانيه. كنا قبل منك عشان ب 30 ثانيه. قرب يا حبيب قلبي. قرب عشان الدنيا ما تتشقلبش معاك. ايوه الله يخليك يا حبيبي. استنى بس ما نوقع النجوم الاول كده. نوقع النجوم الاول. اوعى ايه ده؟ اوعى ايه ده؟ خلاص طول بالك. ده دماغك فيها حاجه؟ اه فيها. ده الشرطه على الميعاد. ده الشرطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو الرد من القوات المسلحة على إهانة عسكري داخل قطار بسبب التذكرة. أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا بشأن واقعة تجاوز أحد العاملين بوزارة النقل مع أحد أفراد القوات المسلحة وجاء فيه. تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه. نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم. والقوات المسلحة تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين. كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن التذكرة وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية. يأتي ذلك بعد أن تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشادة بين كمسري قطار وعسكري بسبب تذكرة القطار، حيث طالب الكمسري دفع العسكري قيمة التذكرة، إلا أن العسكري لم يكن يملك المبلغ ليطالبه الكمسري بالنزول حتى تدخلت السيدة ودفعت المبلغ. وأعلنت وزارة النقل في بيان لها جاء فيه. أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار. كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد للجمهور بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص. وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكة الحديد ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكة الحديد في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة. وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.